السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سيراي. وبعد فترة طويلة ومقاطع كثير رجعنا أخيرا لمحور القناة والشيء الأساسي وهو مقاطع النصائح. اليوم بنشوف نصائح وحركات متنوعة وجديدة ممكن تفيدك كثير في لعبة فورتنايت. ولازم نشكر قناة المحترف مارتوز وذا جيمر كابل وسبيدي جونزارز لاكتشافهم بعض هذه الحركات، روابط قنواتهم في الوصف. وقبل ما نبدأ نزل اللايك، واللي حاب يدعمني بشروحات وغيره يقدر يحط كود المتجر سيو وبيكون أكبر دعم. وخليكم مع المقطع. معنا خمس نصائح او خمس حركات لليوم، ونبدأ برقم خمسة وهي طريقة جديدة للتنقل في اللعبة. وصراحة لما جربتها في جيم كانت مرة رهيبة، وبسببها قدرت اجيب قتلات اكثر لانها وصلتني للزون اسرع. والحركة اللي معنا هي طيران بالمدفع، بس هالمرة وانت تسوق المدفع. طبعا هالحركة ما تضبط معك الا لو نزلت للمنطقة البركانية وشوية مناطق جنب ريتل وسولتي. اهم شيء انك تلاقي مدفع وفوهة بركانية، قرب المدفع على اي فوهة وراح يطيرك لمسافة عالية، وعلى طول اطلق بالمدفع وانت موجه للارض او عكس اتجاه اللي تريد تروح له. الحركة هذه راح توصلك للمسافة اللي تريدها وبكل سهولة وبدون ما تخاف من الفول دمج، غير انها حلوة كثير لو جربتها في الجيم. وحتى بعد ما توصل المدفع بيكون معك وتقدر تستخدمه مرة ثانية وتروح المسافة بعد. رقم أربعة كمان شيء العلاقة بالتنقل، خصوصا للي مثل يستخدموا الدراجة بشكل كبير ممكن تجيكم مشكلة، وهي أنا واحد متربص اللي يزركم وانتوا راكبين الدراجة. يعني تكون تطير ويجيك واحد يطلق عليك وانت في الجو، وطبعا ما تقدر تنزل لان بتموت. الحركة هذه بتساعدك كثير. قبل ما تطير في الدراجة روح لأي فوهة بركانية وخليها تطيرك. حاليا وانت في الجو تقدر تنزل في اي وقت تريده، اذا واحد طلق عليك ونزلت ما بيجيك فول دمج او ضرر وقوع. وتخيل لو طرت فوق واحد وفجأة نزلت على راسه بضربة بومب وبدون ما تتدمج. في الاخير حركة حلوة وشي حلو انكم تعرفوا. رقم ثلاثة، للأسف فورتنايت شالت حركة ضربة الصاروخ الجانبية اللي على البيراميد. يعني بيكون شكلك غلط لو تحاول تجربها او انك للحين ما تعرف انهم شالوها، بس الحمد لله طلعت طريقة جديدة عشان تسوي فيها الحركة وبدون ما تدمج. اللي عليك تسويه هو انك تضرب الصاروخ على الطرف اللي في الجهة الثانية منك وبيتكسر البيس بشكل كامل، شيء مرة قوي صدقوني. والحركة طالعة من الفرن يعني ما حد بتوقعها منك ابدا، بس اهم شيء انك تضبط ضربة البومب وتركز على الهيد. رقم اثنين، معانا حركتين عشان تدخل على بناء خصمك حتى لو كان مبنق. والحركة الاولى الافضل ممكن بعضكم يعرفه وهي الهرم. ترى شيء مرة مزعج انك تدمج لاعب ويكون باقي له ضربة واحدة بس تلاقيه مبنق ويظل يسكر على نفسه. وعشان توصل له بسهولة حط بيراميد او الهرم على الارض وكسر وراح تدخل من اول مرة. انا مرة مستغرب انه في كثير ما يعرفوا عن هالشيء، بس صدقوني بيفيدكم. بس انتبهوا من ان اللي ضدكم يكون معه تراب ولا تسووه الا اذا كان مدمج. الحركة الثانية وما احب اسويها كثير ما اعرف ليش، وهي انك تحط ارضية على طول جنب مكعب اللاعب وتسوي لها الثلاث مربعات وتبدأ تكسر وبتعطيك نفس المفعول تقريبا. رقم واحد، هي حركة جديدة تعلمتها وبدأت استخدمها كثير مرة، والحلو فيها انها سهلة وما فيها مخاطرة وبتساعدك عشان تاخذ بناء خصمك وتحط بناءك بداله. نفس الشيء لاعب مسكر على نفسه وتتوصله بسرعة حط سلم جنب بناءه على طول، وغالبا متلاقيه يستخدم خشب انت وحظك. اضرب ضربة على كل قطعة خشب قدامك، والحين كل وحدة بينهم بيكون باقي لها ضربة واحدة بس. كذا بيكون شيء مرة صعب ان خصمك يتوقع انت شو بتاخذ، الجدار اليمين ولا اليسار ولا الهرم اللي فوق. فكون سريع، كسر وحط بناءك على طول، راح تفوز بمعارك اكثر صدقني، وراح تبين كواحد محترف وهذا هو الشيء الاهم. بس لا تضرب كل قطعة قدامك واللي هم ثلاثة، وتكون سريع لما تبدل البناء. والحلو هنا انك ما بتخاف انك تبلع تراب وما بتخاطر ابدا. وهذا مقطعنا اليوم، لا تنسوا زر اللايك، ولو انكم جديدين نورونا باشتراككم وتفعيلكم الجرس عشان ما تفوتوا مقطع. واوعدكم ان شاء الله مقاطع اقوى واقوى واشياء احلى. اشوفكم في الجايات ومع السلامة.